العلاج بالفن بقى من الطرق اللي بتستخدم عشان تساعد الناس في التعبير عن مشاعرهم والتغلب عن التحديات أو الصعوبات النفسية اللي موجودة في حياتهم. الفن مش بس وسيلة للترفيه ولا للتسلية زي ما ناس كتير فاكرين، لكن كمان وسيلة للتواصل مع النفس وكمان مع الآخرين. الفقرة دي أنا بشوف إن الفقرة هتبقى مهمة جدا عشان بتخاطب شريحة كبيرة بعيدا عن الفن. العلاج بالفن بيعمل تأثير إيجابي على حياتنا. ضيفتنا النهاردة اللي هتكلمنا في كل التفاصيل دي شروق رأفت، المعالجة بالفن. أهلا بيكي منورانا. أهلا بيكي. يمكن أنا عايزة أركز في الفقرة دي إن في ناس كتير قوي يقولك يا عم فن إيه، بس أنا بشوف إن الشريحة دي ما بيكونش عندهم تعبير عن مشاعرهم. يعني إيه العلاج بالفن؟ العلاج بالفن هي الناس تبقى فاكرة إن طالما حاجة فيها علاج فأنا لازم أروح لدكتور أخد أدوية أو أخد أدوية. بالظبط. الأدوية مهمة طبعا لحاجات في المخ، يعني لو في تصرفات بتحصل من الشخص تخليه تعيقه عن الحياة، أو إن أنا مش قادر إن أنا أقوم من على السرير، أو إن أنا رحت للدكتور وتشخصت بحاجة ما فأنا محتاجة أدوية، فالأدوية مهمة ده تمام. بس كمان الفن ممكن يستخدم كل يوم، مش محتاج إن أنا أروح للدكتور أو إنه يكتب الدواء يعني. طيب أهمية الفن إيه في حياتنا؟ في ناس كتير زي ما أنا قلت بعيدا عن الفن أو ما بتقربش من الفن أو معتبرة زي ما أنا قلت كده في الانترو وسيلة للترفيه وللتسلية ومش علاج أو مش لغة التواصل بين النفس وبين الآخرين. فقولي لي أهميته في حياتنا إيه؟ الفن الناس بتبقى فاكرة لازم يبقى عندي ألوان، يبقى عندي الأدوات الغالية بتاعت الفن، لكن أنا بشوف الفن موجود في كل حاجة. من أول ما بصحى من النوم وبص في المراية الحاجات اللي أنا هلبسها على بعض ده فن طبعا. من أول الشجر اللي أنا بتفرج عليه وأنا ماشية في الطريق، أي حاجة لازم، حتى الكنبة اللي احنا قاعدين عليها دي قبل ما تتصمم هي معمولة بفن، لازم يبقى ليها تصميم فن. بس الناس بيختلط عليها الأمر ما بين كعلاج بالفن أو إن أنا رايح أحضر ورشة أتعلم نوع الفن ده إزاي. إن أنا بتعلم فأنا رايح عشان أعرف الحاجة دي بتتعمل إزاي من أولها لآخرها، فأنا عايز أنفذ زيها. لكن لو علاج بالفن فأنا رايح أتعلم طريقة جديدة أعبر بيها عن نفسي. طيب إزاي الفن بيساعدنا في التعبير عن المشاعر الصعبة؟ لو أنا سألتك مثلا دلوقتي أنت في حاجة مضايقاكي، فانت لو متضايقه ممكن ما تجمعيش ايه بالظبط اللي مضايقك، او انهي جزئيه بالظبط اللي مخلياكي حاسه احساس مش كويس دلوقتي. لكن في الفن انت بتسيبي نفسك، وفي الرسومات هي بيبان من خلال الرسم انت عايزه تقولي ايه من غير ما تتكلمي، من غير ما تقولي والله انا لما حصل كذا. شروط في الرسم بس ولا في حاجات تانية ممكن انا اعبر عن اللي جوايا او تخرج من عندي مشاعر مثلا مكبوته او مشاعر صعبه او مشاكل ممكن تكون انا مش ما عنديش درايه بيها، بس هي دي الحاجه الحقيقيه اللي جوايا؟ الرسم بس ولا ممكن تكون حاجات تانية؟ لا، في حاجات تانية كتير، لان في ناس ما بتحبش ترسم، او ما هو ده اللي بقوله لك، يعني الناس اللي هتتجه للعلاج بالفن دول هيبقوا رسامين بس ولا في انواع تانية او اخرى من الفن تخليك تخرجي المشاعر المكبوته او الصعبه اللي جواكي؟ في ادوات كتيره للفنون، في ناس بتحب الحاجات تشتغل بايديها، فممكن ده الطين بالصلصال، بالكولاج، ان احنا نقصقص ورق، ان احنا نعمل حاجات ملموسه مش حاجات محتاجه ان انا ارسم او امسك فرشه او الوان. في اكتر من حاجه على حسب الشخص هو حاسس ايه او شايف ايه اللي ممكن يبقى مريح ليه اكتر. العلاج بالفن ممكن يكون للصغار برضو ولا هو للكبار فقط؟ هو بدأ للكبار بس هو بيفيد الصغيرين أكتر طبعا، لأن برضو الصغيرين أنا بشوف إن هم بيستخدموا الحاجات اللي أنتوا بتنوي عليها أو بتقولي عليها. أنا مثلا الرسم، في ناس تقولك ما بتحبش الرسم، لكن كل الأطفال بيحبوا الرسم، والأطفال ما بتعرفش تكذب في الفنون طبعاً. بتاعتها فهو لو مخبي حاجة هي بتبان في الرسم، في الرسم اللي هو بيرسمه. لو عايزين نعرف أي مشكلة، عايزين نعرف أي حدث حصل معاه من خلال رسوماته، وإحنا بنقدر نعرف ده. في تجارب حية حصلت قدامك أو ناجحة لأشخاص اتعالجوا فعلا بالفن أو استخدموا فعلا الفن في العلاج؟ كتير جدا، لأن مرحلة العلاج كدوائي هو بياخد فترة وخلاص. إحنا العلاج بالفن هو مستمر طول الوقت، ولينا عند في ده كذا مثال. يعني في مثلا الفنان العالمي فان جوخ، هو فترة التعافي بتاعته كان أغلبها طول الوقت هو تعافى بالفن، هو كان بيقول إن أنا الفن منفذ مختلف ليه. كمان في فنانة مكسيكية اسمها فريدا كالو، دي معروفة قوي، لما حصل لها حادثة وفضلت في السرير كذا شهر، ف
فرسوماتها خدت منحنى تاني خالص, خدته كسكة علاج برضو بالفن. طيب في ناس كتير قوي النهاردة عندهم ممكن نقول بعض المشاكل النفسية, عندهم كبت, ما بيعرفوش يعبروا عن مشاعرهم الصعبة, هل الفن ده ممكن يكون بديل لزيارة طبيب نفسي؟ بصي هو كبديل هو ما فيش حاجة ينفع تبقى بديلة لحاجة, كل واحد بيبقى ليه طريق. بس عايزة تقولي ده ممكن يكون من الحاجات المساعدة الأولى ان احنا نخرج من الحالات اللي احنا ممكن نكون بنعاني منها مع طبعا استشارة الطبيب. اكيد طبعا. في ناس بتحتاج, يعني مش كلنا عندنا مشاكل تستدعي ان احنا نروح لطبيب, بس كلنا لو الفن في حياتنا مش لازم عشان مشكلة, ممكن يبقى حاجة تنفيسية, انا بعمل حاجة بتخليني احس شعور احسن. حلو. شروق كنت عايزة اسألك برضو سؤال, ازاي ممكن نجرب العلاج بالفن في حياتنا اليومية؟ يعني ناس كتير ممكن يكون ما عندهمش مثلا ورقة وقلم, انا اعمل ايه دلوقتي, اعمل ايه بكرة؟ لا قوليلي كده روشتة لكل الناس اللي عايزة تبدأ علاج مثلا, تعمل ايه, تتعالج بالفن ازاي في حياتها اليومية العادية؟ اوكي, لو هنقول روشتة او حاجة يعملها كل يوم, فاحنا كل يوم بنشوف الوان مختلفة في الشوارع. فلو انا مرهق لدرجة ان انا مش قادر امسك قلم وورقة, فانا ممكن اعود دماغي على التركيز على لون واحد كل يوم, ان انا اركز مثلا اشوف تأثير اللون ده عليا هيبقى عامل ازاي. فانا هركز النهاردة مثلا مع اللون الاحمر, فانا هشغل دماغي ان هي اوفر ثينكينج في حاجات هاخدها في حتة ان انا هعرف نفسي اكتر من خلال الالوان. لو انا النهاردة مثلا فهبدا ان انا هركز, لو شفت مثلا عربيه حمراء وشفت ورده لونها احمر, شفت بلوزه عجبتني لونها احمر, فستان لونه احمر, فببدا ان انا باخد دماغي في حته بعيد ان هي تفكر في حاجات سلبيه او كده, وفي نفس الوقت بعرف نفسي الالوان. عشان برضو كل الساده المشاهدين بيحبوا يسمعوا ويشوفوا, احنا دلوقتي بنعرض بعض الصور او بعض الفيديوهات, قولي لي بقى الفيديو ده عباره عن ايه او دي احنا شايفينه. ورشه كولاج. زي ما حضرتك قلتي في الاول ان مش كل الناس بتعرف ترسم. ففي الكولاج احنا ما بنستخدمش الالوان قد ما بنستخدم الصور. انا ممكن ما ابقاش عارفه انا حاسه بايه, بس لما بشوف صوره الصوره دي لمست مع شعور جوايا, فانا بختار الصور. بيبقى قدامهم مجلات كتير زي ما باين في الفيديو, بيبقى في مجلات كتير وهم بيختاروا الصور الكاتش معاهم في حاجه, اللي هو الصوره دي بتلمس قريبه ليهم او شبههم او حابينها. بالظبط. الصور دي ممكن تكون, قولي لي كده, زي صور صور يعني في كل الحاجات او في كل مثلا مثلا زي حيوانات, زي اماكن, زي زرع, زي يعني في كل حاجه. في كل حاجه, كل صوره صاحبها بيختارها او مجموعه الصور اللي كل شخص بيختارها بتبقى بتلمس معاه في حاجه معينه. يعني ممكن بنت تختار صوره فيها قطه فيها كلب ويكون فكرها بذكرى ما قبل كده لما شافت الصوره استحضرتها. فاحنا لما بنحب نشتغل هنا مثلا في دي كانت ورشه اداره قلق وتوتر بالفن, ان احنا بقى نرجع زي ما كنا. اداره القلق والتوتر بالفن. طب فهميني ده يعني ايه, واحنا برضو بنتكلم وبنشرح على الفيديو ده. اوكي, يعني في الفيديو اللي فات, ممكن ارجع للفيديو اللي قبل ده عشان ده الكولاج تاني. الفيديو اللي قبل ده الناس تبقى عندها رهبه ان انا همسك الفرشه, فهل الفرشه لازم الخطوط تبقى مظبوطه, الرسمه تبقى مظبوطه قوي, ابوظ الدنيا, الكلام اللي كلنا ايه بنبقى عارفينه ان احنا خايفين نمسك حاجه نبوظ بيها الورق او الكراسه اللي احنا ماسكينها. بالظبط. فعشان نتفادى الحته دي, فاحنا نرسم بايدينا بصوابعنا عادي جدا, بنستخدم مش اي الوان, بنستخدم الوان حتى لو وقعت على الهدوم هي بتطلع, عشان الناس جايه في الورشه دي عشان متوتر قلق وتوتر, فمش هيبقوا قلقانين الهدوم تتبهدل او اي حاجه زي كده, وبيسيبوا نفسهم مع الميوزك والالوان اللي هتطلع. ده تعبير عن الهدوم. دلوقتي فعلا ايحاء ان 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 ان, إن التوتر والقلق راح. يعني البني ادم لازم لما يسيب نفسه او يفكر او يدي اشارات لنفسه يسيب نفسه, ما بقاش في حاجه قلقاه, فده ممكن ياهل نفسه انه فعلا يبقى كده. بالزبط. مع استخدام طبعا انت قلت لي الرسومات معينه او موسيقى نسمعها معينه, ده كل ده بيختفي. بالظبط. طيب احنا شايفين ده برضو الكولاج اللي احنا كنا بنتكلم عليه. اعمار معينه يا شروق ممكن تستخدم الحاجات دي او الورش اللي انتوا عاملينها لاعمار معينه, ولا عادي انتوا فاتحينها لكل الاعمار؟ هو العلاج بالفن لكل الاعمار ويمشي مع كل الاعمار وكل الحالات, بس احنا بناخد بالنا من شويه حاجات. يعني لو في حد في خطر على حياته ونستخدم حاجات حاده, فاحنا بنبعد اي مقص, بنبعد الفرش المدببه شويه, اي حاجه ممكن حتى لو بالغلط هتعور سواء كبار او صغيرين. مع الاطفال بنشتغل, بس الاكتر الكبار. يعني الطفل هو بيجي مع مامته بتشوف فيه مشكله, مفيش اطفال مثلا بتيجي لو تنفيسي عشان ترفيه او ترفيهي, لا يعني بيقول لك فعلا العلاج بيبقى في مش علاج بقد انه بيبقى فيه سلوك معين الام او الاب بيلاحظوه, فبيبقوا عايزين يعرف السلوك ده جاي منين. اقربهم كان في بنوته جدتها توفت, فهي سلوكها في المدرسه متغير بشكل واضح جدا.
وهم مش قادرين يلمسوا ان ده. قوليلي طيب، خلينا برضو يعني ناخد حاله من الحالات الحيه اللي موجوده معاكي، ايه السلوك اللي ممكن يكون متغير ان انت النهارده لما تبقى عندك رؤيه ليه او بتشوفيه بتشخصي ان ده محتاجه ليك؟ يعني انت قلتي حاله عندها فقد بالظبط، ايه السلوك اللي كان واضح للحاله دي؟ هي الام بتبقى شايفه تصرفات متغيره على بنتها، بمعنى ان تصرفاتها في المدرسه مختلفه، بتتخانق اكتر، مش عايزه تروح المدرسه، مش عايزه تسيب باباها ومامتها، لا انا طول الوقت عايزاهم حواليا. فمن اكتر من سيشن عرفنا ان الحته دي هي خايفه ان هي ترجع البيت ما تلاقيش مامتها وباباها زي ما فجاه جدتها توفت. فدي عرفتها من الرسومات، لان البنت كانت رافضه ان هي تتكلم خالص، حتى هم عرضوها على طبيب. من الحالات اللي بتجيلك اللي هم بيبقوا رافضين الكلام، هم مش عايزين يتكلم خالص، انت هتسالني على حاجه فانا مش هقول لك. دي من اكتر الحالات اللي بتكون بتجيلك او بتتردد على المكان اللي انت فيه، اللي هي ممكن تكون عندها صدمات او عندها مثلا فقد او مشاكل عاطفيه. دي من اكتر حاجات. وايه تاني؟ او انا عايز اجرب الفن في حياتي، عايز اشوف الفن كعلاج مش كورشه، ان انا رايح لازم اتعلم دي وتبقى مظبوطه ويبقى في مقارنه ما بين التيم اللي هيبقى شغال. طيب عشان نكون بس لمينا كل الفقره، قولي لي ازاي نخلق بيئه مناسبه في البيت عندنا فيها فن او للفن جزء كده؟ ده طبعا هيساعدني ان انا ابقى ما عنديش قلق، ما عنديش توتر، ما عنديش مشاكل، يعني ابقى مدخله الفن في حياتي. اوكي، عشان ادخل الفن في حياتي فلازم كأم اخد بالي من الابعاد بتاعته. لو هتعامل مع طفل، يعني انا ابني مثلا في ركن كده فيه الوان، والالوان دي لو وقعت على السجاده هي بتروح، فاحنا لا عارفه كل حاجه. يعني اي ام تدخل الانشطه في حياه ولادها الصغيرين بالظبط، ولما تدخل نشاط تبقى يعني ما تبقاش خايفه من الحاجات اللي بعد كده، اللي هو انا هدي له الوان بس طول الوقت هفضل اقول له لا حاسه على الارض، هتبقى في توتر في بالزبط الموضوع بالظبط، او ادي له مقص في عمر اصغر من عمره وبعدين اقول له لا ما تستخدمش هتتعور هتقص حاجه. فابقى واخده بالي من الابعاد عشان الموضوع ما ياخدش نتيجه عكسيه بس. والفن مهم في حياتنا، انا دايما بقول خلي الفن اسلوب حياه مش ورشه او يوم بتحضره في مكان وخلاص. فعلا دي رساله جميله جدا، الفن لازم يكون في حياتنا مش لمجرد ان دي حاجه للترفيه او للتسليه. بنشكر ضيفتنا اللي كانت منورانا النهارده شروق رأفت، انت نورتينا. شكرا جدا.